احنا الان الحمد لله في اطار الحفل التميز في دورته الخامسه في رسم السنه الدراسيه 2021-2022 واللي عرف تتويج واحد المجموعه ديال التلاميذ والتلميذات اللي حصلوا على اعلى معدلات على صعيد الجامعه ديال القليعه في المستويات الاشهاديه الثلاث، المستوى السادس ابتدائي والمستوى الثالث اعدادي والمستوى بكالوريا في جميع الشعب ديالو. على اثر هذا الحفل انه ما ينساش باش انه نشكر جميع مكونات المجلس الجماعي القليعه وعلى راسهم السيد رئيس المجلس الجماعي والساده اعضاء المكتب المجلس الجماعي. كذلك لا يفوز نصرة باش انني نشكر السلطات المحليه بجامعه القليعه وكذلك وعلى راسهم عامل عمليه اسكان ايت ملول السيد باشا باش مدينه القليعه والساده قياد الملحقات الاداريه الثلاث بجامعه القليعه. كنشكر الاباء والامهات ديال التلاميذ اللي حجوا لهذا الحفل المتميز وشاركونا التنظيم ديالو الحمد لله اللي داز في اعلى مستوى. اليوم جد سعيد بهذا التتويج تاعي، ومني طلعت فوق لاسين كنت كنحس بحال انني كنمثل العائله تاعي من حيث كل شيء، يعني كانني يعني بحال عائلتي كنعطيهم واحد القيمه يعني كبيره بالنسبه لهم، وكنهدي هذا التميز تاعي لعائلتي كلها والاساتذه تاعي اللي قراوني من البدايه حتى لدابا، وان شاء الله كنوعدكم بالمزيد ان شاء الله. أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، كما أشكر جميع الأطر الإدارية والتربوية الذين بذلوا مجهودات جبارة، وأقدم خالص الشكر لله ولوالداي الذين كانا السبب الرئيسي في إيصالي لهذه المرحلة. أتمنى التوفيق للجميع. سر التفوق ديالي العمل والاجتهاد ووضع هدف محدد والعمل على تحقيقه، والحمد لله هذا الاجتهاد كان على مدار السنوات، يعني الواحد كيكون متوقع إن شاء الله باللي غادي يحصد الثمار تاع النجاح ديالو. سالتي الأم والأب ديالي كنشكرهم، كنقدم لهم جزيل الشكر والله كلمات لا توفي بالمجهودات اللي قاموا معايا، وكنقول لهم انهم راه تاج فوق راسي وغادي ومقدر النعمه ديالهم.